السلام عليكم. اليوم شويه ناريه الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم هذا الاسبوع. هذا راني غادي نوفر لكم على القرعه الخضراء. كي درت لكم ديك الكراتان ديال البطاطا والبصله ومطيشه وديال القرعه والكفته، دابا اليوم ان شاء الله دايره لكم وصفه جديده ان شاء الله، غادي نتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للمقادير حنا هنايا القرعه اللي قطناها على الطول ديالها وصلناها وقطعناها طوليه بحال اللي كنقطعوا الدنجال. هادي عندي هنايا واحد جوج قرعات، ها الحجم ديالهم بحال هادي. والله مازال تبر الخضره موجوده متوفره. هاد القرعه هانتوما شفتوها الكورجيت. هنا عندنا كميه ديال الكفته، تقريبا هنا عندي واحد 500 غرام ديال الكفته. هنا عندي بعد ما زولت الجدر الاول ديال القرعه، هادوك الجناب ديالهم كلهم ما بغيتش نضيعهم، كانت مغسوله القرعه وقطعتهم رقاق. الريوس حذفناهم. الريوس حذفناهم. هنايا عندي واحد مطيشه، طاسه ديال المطيشه، اما طاسه ديال المطيشه اما غادي تخدموا مطيشه طريه تقريبا جوج ولا ثلاثه حتى لاربعه اللي بغيتو. هنا بالنسبه للمقادير وغادي نحتاجو كذلك واحد جوج بصلات اللي غادي نشلضهم حتى هما وغادي نديرهم هنايا. هنا اول حاجه غادي نبداو بها وهي غادي نقبطو، غادي ندوزو باش غادي نطيبو البصله اللي غادي نطيبوها هي، وغادي نطيموها مع هاد لاصوص ديال المطيشه، وغادي نبداو ان شاء الله دابا على بركه الله. هنا غادي نقبط البصله. البصله هادو عندي جوج صغار وحده كبيره، غادي نقبطهم غادي نديرهم باش يتطحنوا مهرمشين، ماشي نطحنهم حتى يوليو رقاق بزاف، يعني بشلضين شويه. عندي هنا واحد جوج ديال الطروس ديال الثومه حتى هما غادي نطحنهم. صافي غادي نطحنهم دابا ونرجع لكم. صافي هنا من بعد ما شلتهم دابا غادي ناخذ مقله اللي غادي نضيف فيها، ندوزو باش نكحز هذا الشيء. غادي نشعل النار، غادي نضيف الزيت، بلدية الرومية أولا بإمكانكم حاجة وحدة. غادي نخلي الزيت غادي تسخن ليا باش غادي نرمي فيها البصلة. هنا من بعد ما سخنات ليا الزيت غادي نجيب هنا غادي تنزل ليا واحد دقيقه ولا جوج، غادي يولي اللون ديالها شويه مذهب، وغادي نضيف عليها هذاك القطع ديال الصغيره ديال القرعه اولا الكورجيت. انا راني كنحبس ندير باوز على ما تذهب ليا. هنا من بعد ما نزلت لي غادي تلاحظوا واحد الملاحظه البنات. عندي البوله من الفوق داك جوج بولات وحده بدات كتبغي تحرق، ايوا شفتها راه كتغمزني، ايوا بوحدها ساعات الله. هنا غادي نضيف القرعه وغادي نحرك بنفس الطريقه حتى تدبل. صافي هنايا ها هي دي بدات كتنزل ليا القرعه، هي قطعه اللون ديالها. هنا غادي نضيف صلصه الطماطم، وغادي نخليوها حتى هي غادي تشحر مع بعضياتهم.
هنا من بعد ما دبلت ليا العناصر كامله غادي ندير واحد المعلقه حتى لجوج معالق ديال لا معلقه كبيره بركه ديال مركز الطماطم، وغادي نضيف معاه واحد شويه ديال الماء. الماء هذا غير ما هو غير ما عادي ديال شللت ديك المطيشه اللي طحنت. غادي نزيد الماء دائما مركز الطماطم دائما تيشرب كيحتاج الماء بزاف. غادي ندير بالنسبه للعطريه، العطريه كيف العاده دائما هي اللي كنخدم المعتاده. غادي ندير البزار في نفس الوقت، غادي نقرب لكم الكفته، غادي نعطرها في مره، غادي ندير كذلك سكينجبير. دائما السكينجبير كيتواتى مع الكفته. غادي نضيف كذلك شويه الفلفله الحمراء، كذلك هنايا شويه الفلفله الحمراء والملح. وغادي نحرك هذه وغادي نغطي عليها باش ما تنشفليش المرقه، حيت انا عندي الغرض بالديك لاصوص. غادي ندير لها شي شويه ديال الزعتر، نقلل عليها شويه العافيه ونغطي عليها صافي. بالنسبه للكفته، الكفته درت لي بزار سكينجبير الملحه. غادي ندير لها هنايا شويه ديال الجوزه، جوزه تطيب. وغادي ندير لها بغيتو ديروا لها المعدنوس ديروا لها، ما بغيتوش تفاداوه انا ما غاديش نديرو. هنا غادي ندير واحد البصيله نص شويه محكوكه، واحد نص بصله محكوكه. غادي نحك البصله، وغادي نخلط هاد العناصر هادي وندوزو. هادي غادي نخليها تقريبا هنايا واحد شويه. لاصوص هي وجدت لينا، غادي نزيدها شويه ديال الماء. غادي تقولوا شحال كدير د الماء، ولكن راكم كتشوفوا بعينيكم القياس اللي دايره انه كيشرب. وانا عندي الغرض ان هاد لاصوص هكا تكون هكا تكون خفيفه صافي. دابا غادي ندير لها دقيقه وغادي نطفي عليها وغادي ندوزو باش نصوبوا الشيء الاخر. هنا بالنسبه للكفته فاش غادي نخلطها هكذا، غادي نديرها قطيبات صغيورين بحال هكا. راه مليح مين يعني الاكثريه تكون في الوسط مكركبه.
باش نحاول انني نقص، خصني ما تجينيش خارجه على القرعه. القرعه باش الوات ليا هنايا، انا ديما كنعطيكم الطبخ ديالي اللي ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. هنا القرعه ملي كنقطعوها كتكون شي شويه قابطه راسها باش ترطب لكم وترجع لكم بحال هذا الشكل. رشوا عليها الملحه باش كتلوى، باش كدبال، باش كطوع معكم. هادشي كله تجريبي غير بالطريقه المطبخ ديالي اللي كنقي زعما نبتكر. كملوا من عندكم. المهم بحال هاد الطريقه هكا غادي نكملهم كلهم ونرجع لكم. صافي هنايا كملتها كلها. هنا غادي نجيب طبسيل وغادي ندير المول اللي غادي نخدم. غادي نجيب الصلصه، وغادي نخوي النص هنا. على فكره البنات هاد لاصوص، هاد الكراتان ديال البطاطا، بطاطاينا بطاطا، هاد الكراتان ديال القرعه غادي نرافقها، غادي نديرها في مع الرز. نعطيكم حتى الفكره ديال الرز. هنا غادي نبعد هادي هنا، غادي نجيب الطبسيل كيف قلنا، غادي نجيب هاد الكريعه بحال هاد الشكل، وغادي نلوي هانتوما هكذا. نبدا بهاد الشكل الاخرى هكذا، ونلويو بحال الطريقه ديال الدنجال اللي كنديروه في الفران على هاد الشكل هكا، ونحطوها هنا. دايما نبقاو نهزو لي سخطانين هما الوالا، ونخليو الاخرين على ما يطلقوا لنا. انتما شفتو المهم بهذه الطريقه هذه كلهم غادي نكملهم، حتى غادي نكملها كاملين ونرجع لكم. هانتوما شفتوا الطريقه كيف كتشوفوها، غنكملهم كاملين ونرجع لكم. صافي هنايا بعد ما كملت الكراتان ديالي كامله، غادي ندير لها لاصوص. راه القرعه غادي تطلق لكم الماء، غادي ندخلها الفران، غادي نغطي عليها بالفولي. غادي ندير عليها واحد الخطوط ديال الزيت البلدية، صافي. غادي ندخلها الفران غير واحد ما كاملاش نص ساعه، غادي تكون طابت، لان دغيا الفران يكون على درجه الحراره عاليه 250 تطيب لينا، ونرجع باش ندوز انا نسلق الرز. راكم عارفين الرز كيفاش كيتسلق، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي.
صافي هنايا من بعد ما خرجت الكراتان من الفران، هي مازال كتغلي. كنت عريت عليها قبل بواحد ربع ساعه وخليتها باش تشمع شي شويه على ما ترجع عليها هذيك الحراره. هنا غادي ندفع عليها واحد شويه ديال الجبن المحكوك الفرون، هذا اختياري يعني، يمكن لكم ديروه يمكن لكم ما ديروش. وغادي نردو الفران واحد هي على ما يدوبلو يتطلق فوق منه وصافي، ونخرجوها وديك الساعات نوجدو الرز عندي مسلوق وغادي نقدمها ان شاء الله. كتجي غراتان رائعة رائعة. غادي نرجعها للفران غير شي شويه يدوب لي الفرماج ونخرجها. صافي هو هذا الرز، غادي نحاول انني نهز هكذا، هانتوما شفتو. هانتوما شفتو القريعه كي دايره، يعني هادشي يتصبع شوائي ماشي ضروري يكون. هانتوما بحال هاد الشكل هكا، كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. كنضرب لكم موعد ان شاء الله مع وصفه جديده، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هانتوما الكفتات طايبين والتلويه كيف كتشوفوا، الى اللقاء.